الو، السلام عليكم استاذ ياسر، كيف الاحوال؟ اهلا اهلا دكتور سمير. الحقيقه ان الست والدتك احرجتنا لان ميعاد الزياره انتهى وهي مش عايزه تمشي، وانا مش بودي ان السكيورتي يتدخل ويحل المشكله لانها في مقام والدتنا، فارجوك تحاول انت تكلمها وتخليها تتصرف يعني تمشي. لا حول ولا قوه، عطني الوالده بكلمها. اوكي اتفضل يا استاذ ياسر، عاوز اكلمك. الو يا يوم الله يهديك، تبي تفضحينا عند الدكاتره وعند الاداره؟ هذا الوالد صار له اكثر من شهر على الوضع هذا، وش فايده قعدتك؟ ابي اعرف انا. يا ولدي ما ودي اترك ابوك ولا دقيقه واحده وهو في الحاله هذه، وبعدين المرافق اللي انت جايبه مثل الصنم، لا يسولف ولا يهش ولا ينش. يا يمه يا تحرجينا، الله يرحم والدينك. اطلعي الحين ونقام الوالد بالسلامه، ان شاء الله بنزوره كلنا. شكوى على الله. طيب بطلع. وهذه السالفة كلها يا عيال، أهم شيء دبرت ال5000. عفو عليك، بس كلها يومين اجلسوا معي وبعدين نروح نفل أمها في دبي. أبشر بعزك يا أخوي، أزهمها. وشي؟ أزهمها. اسمها أزهلها اللي هي. المهم على طاري أزهمها، رح أزهم عمر وقعد ذاكر معه. أبشر. وانت رح نوم سليمان. أنا ديش الشغل عندك أنت؟ إيه، تبي تروح معنا دبي؟ رح نوم سليمان. ابشر طال عمرك. وي وي، يلا توكل على الله. شغلت الزناير. قم راح اسوي شاي. قم طيب قم، هيا اكتب الجمله الجايه هذه. الاسود المنتشره. وشو؟ الاسود المنتشره. كيف نجحت؟ ايش؟ كيف نجحت؟ انا شغلني لك اغنيه عشان تنام. اسمع مية. يا سليمان يا سليمان، يلي تطلع فوق أم جبال. الأسود لون، الأسود منتشرة، فهمت؟ فشوف الكتاب هذا، اقرأ زين. أكتب 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 أكتب، ساكت يلا. الأسود منتشرة، يلي ترى الأغنام وتأكل لك خص مع الأرانب وتنام. ما أحب الخص. ياهو والله يا هو، انفجر راسي يوم واحد وانفجر راسي من ذا المبزره. يا رجال تراك متحمس مكبر الموضوع بزياده. اي مكبر ابن حلال، عيش معهم وبعدين تعرف. يلا يلا يا ولد، يلا وقت النوم، يلا نوم نوم نوم. معك ولي امر الطالب عمر. حياك الله. ومين حضره الاخ؟ خوي ولي امر الطالب عمر. خير يا استاذ، انتم ارسلتم مع استدعاء ولي امر الطالب. لا بس لاحظنا على عمر بعض الحركات غير مطمئنة.